السلام عليكم. الطائرات المسيرة الإيرانية فعلتها من جديد ووجهت ضربات عنيفة تجاه إحدى أهم المدن الأوكرانية على الإطلاق، ألا وهي مدينة أوديسا الساحلية ليلة يوم أمس. طبعا الأوساط الأوكرانية مع الأوساط الغربية مثل الجارديان البريطانية أكدوا طبيعة ما جرى وتفاصيل ما جرى، بل كانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الهجوم والضرر الذي تسبب به. طبعا ضرر كبير للغاية، دمار هائل للبنى التحتية في أوديسا، هذا هو كان الهدف من طبيعة هذه الهجمات والذي طبعا استخدمت فيه الطائرات المسيرة الإيرانية بالدرجة الأساس بهذا الهجوم. وطبعا وزارة الدفاع الأوكرانية كانت قد أكدت تفاصيل ما جرى صباح هذا اليوم، وأكدوا بأن كانت هنالك 15 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة هي التي استخدمت في هذا الهجوم، بالإضافة إلى 8 صواريخ كروز أيضا استخدمت في هذا الهجوم. ولاحظ عدد الطائرات المسيرة الإيرانية يأتي تقريبا الضعف من استخدام الصواريخ الروسية في هذا الهجوم. هذا وضح أهمية هذه الطائرات المسيرة عند توجيه مثل هذه الضربات. وطبعا مدينة أوديسا التي استهدفت وهي تستهدف مؤخرا بشكل مكثف هي تأتي هنا إلى شمال البحر الأسود، وطائرات المسيرة الإيرانية في طبيعة الحال أو حتى الضربات الصاروخية عادة تنطلق من شبه جزيرة القرم بهذا الاتجاه لضرب أوديسا. وطبعا هذه الضربات لا تأتي فقط بسبب أن هنالك فشلا في تحقيق عودة لاتفاقية الحبوب وانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا، لا أبدا، الأمر أيضا يأتي كردة فعل بالدرجة الأساس على هجوم أوكراني كان قد تم وطال هذا الجسر، ألا وهو جسر كيرش، الجسر الاستراتيجي والمهم للغاية بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يربط طبعا الأراضي الروسية مباشرة بشبه جزيرة القرم. كان هنالك هجوما خطيرا للغاية أيضا ذكرته الأوساط الغربية بهذا الشكل في اليومين الماضيين في 48 ساعة الماضية، وتم تأكيد بأن الهجوم كان عبارة عن هجوم صاروخي هذه المرة تجاه هذا الجسر. وكانت هنالك أيضا لقطات للحظات الأولى لطبيعة هذا الهجوم الأوكراني الذي طال هذا الجسر، كانت هنالك أيضا صورا أخرى لطبيعة ما جرى بهذه الطريقة. وطبعا كانت هنالك أيضا لقطات أو صور قادمة من الأقمار الصناعية تؤكد ما جرى من شركة بلانيت كما ترون هنا. في 30 يوليو لم يكن هنالك أي انفجار أو ضرر، كان هنالك إصلاحا طبعا يجري في هذا الجسر من قبل طبعا الروس بسبب هجوم قاموا به الأوكرانيين في ذلك الشهر تحديدا بزورق مفخخ، يحاولون طبعا إصلاح هذا الجسر. هنا في 4 أغسطس تلاحظ بأن العمل لا زال جاريا، ولكن فجأة جاء الضرر حاضرا على هذا الجسر بهذا الشكل كما تلاحظون في 13 أغسطس، أي بعد 12 أو 24 ساعة فقط من الهجوم الذي طال هذه النقطة، والضرر جاء على نقطتين من قبل طبعا الأوكرانيين هنا وهنا كما تلاحظون، وهذا أدى ببساطة إلى قطع المواصلات من الأراضي الروسية مباشرة إلى شبه جزيرة القرم. لم يعد أحد قادر على عملية العبور إلى هذه النقطة الاستراتيجية، وهذه تأتي لحسابات استراتيجية عسكرية أوكرانية من أجل التقدم من اتجاه خيرسون أو حتى من زاباروجيا تجاه شبه جزيرة القرم، وبالتالي للانتقام من الضربة الأوكرانية التي تسببت بكل ما تسببت به. الروس يستخدمون بالدرجة الأساس الطائرات المسيرة الإيرانية، طائرات شاهد 136 المفخخة التي يبدو بأنها هي السلاح الاستراتيجي الآن في ردات الفعل وللانتقام بالنسبة للروس. لكن هنالك مسألة مثيرة ومهمة للغاية مرتبطة بهذه الطائرة الآن، إن الأمور نوعا ما تغيرت بالنسبة لهذه الطائرة المسيرة، فكانت هنالك تفاصيل قد نشرت من قبل النيويورك تايمز مؤخرا وكذلك مصادر أخرى مثل يورو ميديان التي ترونها هنا، كانت قد أكدت ونقلت عن مركز مهم للغاية وهو مركز موجود مقره طبعا في بريطانيا، هو مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات.
قام هذا المركز بعملية فحص على أشلاء لطائرات مسيرة إيرانية استخدمها الروس على أوكرانيا الشهر الماضي، ووجدوا ببساطة بأن روسيا الآن على ما يبدو الآن بدأت تصنع الطائرات، وطائرات شاهد 136 بنفسها، ولم تعد تتسلم هذه الطائرات كشحنات مباشرة من إيران طبعا عبر الطائرات أو حتى عبر بحر قزوين. وكانوا قد نشروا صورة من طبيعة الأبحاث نشرتها طبعا النيويورك تايمز والمصادر الغربية الأخرى التي اعتمدت ما نشره مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات، ونشروا هذه الطائرة كما ترون المعدلة من قبل الروس والمصنوعة من الروس بشكل مباشر بأن الهيكل، ووجدوا بأن الهيكل الخاص الخارجي والداخلي لهذه الطائرة يختلف على المستوى الفني هذه المرة من الطائرات المسيرة من شاهد 136 التي تصنعها إيران، واعتدنا أن نراها ترسلها مباشرة لروسيا لكي تستخدمها على أوكرانيا. ولكن أيضا ما وجدوه مثيرا هنا بأن القطع الخاصة الداخلية بهذه الطائرة هي قادمة من شركات غربية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة للغاية وتعجب على طبيعة العقوبات الأمريكية والغربية تجاه مسألة صناعة الطائرات المسيرة إن كانت تجاه إيران أو تجاه روسيا، فهي لا تغير شيئا، والقطع لسبب ما تجد طريقها دائما للوصول إلى روسيا. وهذا التفصيل كان هو الأهم الذي نشر من النيويورك تايمز نقلا عن المركز الذي ذكرناه لكم، وقال الآتي: قال الباحثون أن المواد المستخدمة في بناء الطائرتين بدون طيار والهيكل الداخلي هيكل الطائرة تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي يعرف أنها صنعت في إيران. وهذا قد يعني ببساطة أن كل التفاصيل التي رأيناها من عدد من التسريبات الاستخبارية الأمريكية القادمة طبعا من CIA تجاه العديد من الصحف مثل CNN مثل نيويورك تايمز عن أن إيران قد صنعت أو قد بنت وبدأت ببناء مصنع لصناعة الطائرات المسيرة، تحديدا طائرات شاهد 136 في منطقة يالا بوغا الموجودة في الداخل الروسي، والتي طبعا قالت الكثير من المصادر بأن من الممكن لهذا المصنع أن يتم الانتهاء من بنائه العام القادم. يبدو بأن هذا المصنع بدأ فعلا بتصنيع هذه الطائرات المسيرة، ولهذا السبب بدأنا نرى طائرات معدلة تصنعها روسيا بشكل مباشر بشكل مختلف على المستوى الفني. وطبعا هذا يفتح الباب لإيران للخلاص من كل العقوبات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام بسبب اتهام إيران بأنها منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية، ويفتح لها الباب أيضا للتفاوض الآن من أجل العودة للاتفاقية النووية، من أجل طبعا الحصول على الأموال التي هي بحاجة ماسة لها. ورأينا مؤخرا كيف أن هنالك صفقة لتبادل طبعا الأسرى إن كانوا على المستوى الأمريكي، أطلقوا سراح 5 أسرى أمريكيين الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة من جهة أخرى قامت بعملية الإفراج عن 6 مليارات دولار موجودة في كوريا الجنوبية طبعا لإيران من الأموال المستحقة الخاصة بها، بالإضافة إلى عدد أيضا من المحتجزين الإيرانيين. وطبعا هذه الأموال ستكون مهمة للغاية بالنسبة لإيران على مستويين: أولا لإنعاش ظروفها وأزماتها الاقتصادية للخلاص من الاختناق الاقتصادي الذي تعانيه، وأيضا من أجل إرضاء المواطنين والشعب الإيراني الشهر القادم. نحن أمام الذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني طبعا التي تسببت بكارثة وواحدة من أقوى التظاهرات التي شهدها النظام الإيراني. أيضا أن الشباب لم يعد يثق بالنظام الإيراني كثيرا بحسب العديد من التصريحات القادمة من نواب موجودين في البرلمان الإيراني، وبحوث كثيرة قد صدرت وأرقام وأحصائيات أكدت هذا الأمر. ولماذا هذا الأمر طبعا مهم بالنسبة للنظام الإيراني؟ لأن العام القادم تحديدا في الأول من مارس ستكون هنالك انتخابات برلمانية إيرانية مهمة، وهم بحاجة لمشاركة وإرضاء هؤلاء الشباب في هذه الانتخابات قدر الإمكان، وهذا من الممكن أن يتم من خلال العودة للاتفاقية النووية. وأيضا طبعا هذا الأمر يعتبر
يعتبر مهما أيضا للخلاص من الضغوط طبعا الأمريكية وغيرها فيما يتعلق بالطائرات المسيرة لإيران، أن تركز أيضا خلال الحصول على الأموال على وضع فصائلها المسلحة الموجودة في المنطقة وتحديدا في سوريا، والاستمرار في مخططها من أجل التعاون مع روسيا وكذلك مع نظام بشار الأسد من أجل محاولة إخراج القوات الأمريكية والضغط عليها قدر الإمكان من الداخل السوري. هنالك تحشيدات وتحركات عسكرية، العديد من التقارير تحدثت عنها، عن مسألة القوات الأمريكية تجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والعكس أيضا قادم من قبل الفصائل المسلحة وإيران تجاه القوات الأمريكية، فهي أيضا تحشد باتجاه القواعد الأمريكية وباتجاه دير الزور والبوكمال. المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس كشف بهذا الشكل الواضح الذي ترونه بأن هنالك تعزيزات عسكرية جديدة قادمة من لواءين تابعة للنظام السوري، أيضا أن هنالك لواء وهو لواء القدس وهي من الفصائل الموجودة هناك، طبعا أيضا قد حشدت واتجهت باتجاه دير الزور، ودير الزور تأتي باتجاه قاعدة كونيكو التي طبعا تتواجد فيها القوات الأمريكية والتحالف الدولي بشكل مباشر. وأيضا هنالك إشارات خطيرة قادمة من حزب الله اللبناني إذا ما صعدت الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المناطق التي تأتي إلى غرب نهر الفرات والآرتي وغيرها. طبعا وإعلان كبير جاء من حزب الله اللبناني عن إعلانهم لمنظومة أطلقوا عليها منظومة ثار الله، هذه المنظومة هي منظومة تعتمد طبعا وتستخدم الصواريخ الموجهة، وهي طبعا منظومة مضادة للدروع، وكانوا قد نشروا طبعا صورا واضحة جدا ومقطعا مصورا لطبيعة استخدام هذه المنظومة لأول مرة. هي تعمل في الليل وتعمل في النهار، دقيقة للغاية، سهلة في عملية المناورة والتحرك، وكذلك هي خفيفة في نفس الوقت، ولديها إمكانيات طبعا مهمة بالنسبة لحزب الله اللبناني، وحققت أهدافا دقيقة للغاية من خلال هذا الاستعراض الذي نراه الآن. طبعا هذا التدريب أو هذا الاستعراض الذي جاء لهذه المنظومة من المفترض أن يكون في لبنان وأن لا يكون في مكان آخر، لكن اللقطات أوضحت بأن القصة تختلف. بعض اللقطات كشفت نوعا ما موقع هذه المنظومة وأين تم تجريبها، في رسالة واضحة لما ممكن أن يكون قادما من هذه الجماعة ألا وهي حزب الله اللبناني. وطبعا سترى بأنك لست أمام الكثير من العلامات لكنك أمام منطقة جبلية، وهذه مسألة مهمة. مع هذا المبنى الذي ترونه هنا نلاحظ بعض العلامات من بعض الأشجار التي تبدو بشكل مميز مع طرق أيضا مميزة. هذا الطريق طبعا فيه انعطافة معينة مع مبنى قد يكون هو مدمر أو مرتفع بسيط بهذا الشكل، بالإضافة إلى أن الهدف الذي حققته هذه المنظومة الدقيق للغاية باستخدام صواريخ كورنيت كان دقيقا للغاية، وطبعا كان قادما من هذا الاتجاه. اللقطة الثانية هي لموقع هذه المنظومة الذي من المفترض والمفترض لهذه المنظومة لا تكون بعيدة من الهدف الذي تحدثنا عنه كمنظومة مضادة للدروع، وتلاحظ المنظومة هنا أمامك بهذا الشكل، وأيضا بعض الأشكال أو العلامات التي تميز هذا الموقع عن أي موقع آخر كما نلاحظ. وهذا الطريق أيضا يفتح لنا فرصة لمعرفة أين يتواجد هذا أو هذه المنظومة، وهذه منطقة مرتفعة أيضا. بالتالي بالاعتماد على هذه العلامات وبالاعتماد على حقيقة أنها قادمة من قبل حزب الله طبعا اللبناني، سنلاحظ بأن واحدة من المسائل المهمة أن الحدود اللبنانية السورية فيها مناطق مرتفعة أو جبال مرتفعة بهذا الاتجاه الذي ترونه، وبالتالي تمشيط هذه المنطقة على جهة السورية والجهة اللبنانية مع القليل من الوقت ستجد العلامات واضحة في الداخل السوري من استعراض هذا السلاح بدلا من أن تكون في الداخل اللبناني. وطبعا المنطقة هي تأتي هنا تحديدا، إذا ما أخذنا صورة أوضح لطبيعة هذا الموقع فإن النقطة تحديدا التي تمت فيها هذه المناورة واستعراض هذا السلاح هي تأتي إلى جنوب القصير بهذا الاتجاه، وأيضا منطقة أخرى يطلق عليها البريج هنا بهذا الاتجاه، وهذه هي النقطة
التي تم فيها استعراض هذا السلاح، وهذه طبعا القاع اللبنانية لمن لا يعرف هذه المنطقة هنا الداخل السوري طبعا. ومن ما يؤكد هذا الأمر هو إذا ما اقتربنا من هذه النقطة تحديدا لنأخذ نفس العلامات التي ذكرناها، وطبعا المنطقة فيها وهذه النقطة فيها طرق تتطابق مع ما ذكرناه لكم الآن بالصورة طبعا بشكل واضح. وسنلاحظ أن هذه النقطة إذا اتجهنا إلى اليمين قليلا بأخذ بعين الاعتبار الطرق وهذا المبنى الصغير المميز بالأشجار التي تأتي إلى جانبه، هي ببساطة تكشف لك طبيعة هذا الموقع، وستجد كل العلامات متطابقة بهذه الطريقة. وهذا هو الطريق وهذا هو الموقع الذي قلنا بأنه مبنى قد يكون مدمرا مع انعطافة الموقع، وهذا يوضح بأن النقطة التي استهدفوها أو ضربوها كما صوروها طبعا بشكل واضح حزب الله اللبناني من خلال هذا الاستعراض هي تأتي هنا، ويعني أن الصاروخ أو الصاروخين كانت قادمة من هذا الاتجاه الذي نراه. ويعني ببساطة إذا ما حاولنا أن نجد أين هي المنظومة الآن وأين كانت موجودة، هل هي في الداخل اللبناني أو في الداخل السوري، فهي كانت قادمة من هذا الاتجاه. نأخذ 180 درجة ونحاول بالعودة للخلف من أجل أن نجد نفس العلامات التي رأيناها وحددناها، وطبعا بالعودة إلى الخلف قليلا ستجد نفسك أمام هذه العلامات التي تتطابق تماما مع ما رأيناه طبعا في الصورة أو في الاستعراض. كما نلاحظ كل شيء يأتي متطابقا مع العلامة أو العلامات التي حددناها من هذا الاستعراض. هذا هو الطريق المميز، وهذا يعني أن المنظومة كانت هنا على هذا المرتفع وكانت قد انطلقت بهذا الاتجاه، وهي قطعت مسافة مهمة للغاية ألا وهي ما يقارب من 3.9 كيلومترا إلى تقريبا 4 كيلومترات لتحقق هذه الإصابة بهذه الصواريخ الموجهة المضادة للدروع. وطبعا هذه إشارة مهمة للغاية بأن الاستعراض كان في سوريا لهذا السلاح وفي توقيتات مهمة للغاية، في توقيتات تأتي فيها التحشيدات الأمريكية والتحشيدات الفصائلية كبيرة للغاية على الحدود طبعا السورية العراقية. هذه سوريا وألبو كمال وهنا الداخل العراقي، وطبعا هذه المنظومة ببساطة نصبت هنا على مسافة 4 كيلومترات، نفس المسافة التي أطلقت أو استخدمت فيها هذه المنظومة كما رأينا، فإنها قادرة على ضرب أي مدرعات ممكن أن تكون قادمة على سبيل المثال من هذا الاتجاه أو آليات أو غيرها من الممكن أن تكون تفكر عبور النهر طبعا من شرق نهر الفرات إلى غرب نهر الفرات للسيطرة على ألبو كمال. فالمنظومة قادرة على ضربها من مسافات بعيدة وقادرة على المناورة كما تحدثنا وقادرة على العمل في جميع الأوقات، وبالتالي هذه علامة ليست بالعادية أبدا بالنسبة لحزب الله اللبناني، بل أن هنالك تقاريرا إسرائيلية مثيرة نشرت من الإسرائيل رادار كما تلاحظون يوم أمس أيضا قالت بأن حزب الله لديه وصول، قد وصل لديه أكسس، لديه دخول إلى المواقع الخاصة بالنظام السوري والذي تخزن فيه ويخزن فيه النظام السوري الأسلحة الكيماوية، ويرشحونه وقالوا بأن هذا الأمر يرشح بأن حزب الله اللبناني يستعد لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد إسرائيل. ومصادر أخرى تقول بأن من الممكن لحزب الله أن يستخدم هذه الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا لإجبارها طبعا على الانسحاب من هذه المنطقة، وبالتالي الأمور تتصاعد بشكل كبير وخطير في هذه المنطقة. وطبعا الطائرات المسيرة الإيرانية تبقى هي الأكبر في هذه المعادلة، ليس فقط على المستوى الروسي الأوكراني بل حتى على مستوى الشرق الأوسط.